كابتن علاء، نتيجة منطقية، نتيجة استغلال الأخطاء وترجمتها لأهداف، ولا كان من ممكن النتيجة تبقى أحسن من كده بالنسبة للنادي الأهلي؟ لو بدأت بطريقة أحسن من كده الشوط الأول. في الشوط الأول؟ طبعًا. من بداية المباراة. بداية المباراة. إزاي؟ ضيعت 45 دقيقة منك. بلا فائدة. وفي الآخر اتثبت جول. أنت كنت عايز تطلع الشوط الأول 0-0. أي. وطريقة اللعب كده والأفراد وكلمنا عليها، ماشي أنا احترمت ده قوي. بس أنت معرض في أي سنة يجي في الجول، والجول جه من خطأ في التمرير، مش مهارة لاعب أو مش جملة مثلًا من بلبراس ولا حاجة بالزبط. خالص. يعني هم برضو فرقة، هل هو ده مستواهم الحقيقي؟ انا بس بسال، ده مستواهم الحقيقي؟ يبقى فريق متواضع عادي. أيوة. انما ولا ده مش مستواهم الحقيقي؟ هتكلم عن النقطه دي. لو عندك فصل حاجه، عندك حاجه تطلع ولا حاجه؟ لا يا كابتن. لا كويس، كمل. لو هو ده مستواهم الحقيقي، يبقى انت كبرت الفريق ده قوي، بدليل ان شو تاني انت بس لما بعد غيرت بعض التغييرات وظبطت الملعب، انت شكلك احسن هجوميا، احسن مستحوذ حتى بعد نقص العددي. اي نقص العدد انت معوضه روحك وعايز تتعادل وتدور على هدف، وانت كان شكلك احسن بكتير لانك عمل ماشي كمل، ماشي انا مع حضرتك بالظبط. الفكر اتغير من فكر دفاعي بحت، انك بتدافع بس، لفكر بدافع بقطع الكوره بهاجم. أي. بهاجم دي لقيت مفاتيح اللي تقدر تنفذ لك كده صح. الـ 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 الاشخاص اللعيبه تقدر تعمل كده، تغيير بعض المراكز في الملعب من غير تغيير لعيبه. عملت كده، بس عملت كده بعد 2-0 متاخر بالظبط. هو ده، دي اوحش حاجه في مباراه النهارده. لان مع مرور الوقت الكثافه الهجوميه واللي عملته ده، لان هم خلاص هديوا، هم بعد التاني اللي كانوا يتمنوا مباراه ايمن حصل. أي. حصل 2-0 بس حصل بدري. أي. فهو مش عايز اكتر من كده، هو بس بيستهلك وقت. حتى لو انت هاجمت وانت كان شكلك احسن وكده، بس هو بيستهلك وقت، هو مش خلاص مش عايز يفرط في المجهود، لان حتى المدرب بدا يغير كتير قوي. انت لا، انت اظهرت وجهك الحقيقي الهجومي بس متاخر شو. متاخر. شخصيتك الهجوميه عايز تتعادل، عايز تتعادل. حتى طرد ايمن اشرف طبعا، هو بغض النظر مين كابتن نصر عباس اذا كان هيستحق طرد ولا لا، هو ايمن ما ينفعش يعمل كده، لان الهجمه ولا خطر ولا اللعيب حتى واحد رايح ولا واحد ده مديله ظهره. يعني بس هي ايمن حته عصبيه او غيره زياده، بس لازم الحاجات دي نبقى هادين فيها قوي يا ايمن. لازم لك برضو في عز ما احنا عايزين فريق كامل، انت يعني انا اصلا لعيب، لكن صح. النقص العددي ما اثرش، بالعكس اللعيبه كلها بدات المجهود يتضاعف، ولا انا ما ينفعش اطلع 2-0 وحاولوا كتير قوي كوار في العارضه وكده. شكلك حتى الناس مبسوطه، من انت نايم المباراه بشكل حلو بالظبط، عكس الشوط الاول. ايوه ناهيه بشكل دفاعي بحت واستقبلت هدف. يعني حتى الهدف اللي انت كنت عايزه من الشوط الاول ما خرجتش بيه، ما حققتوش. هو مستر موسيماني من الطريقه او من الافراد كان عايز يضيع اول 45 دقيقه ب0-0. الشوط الثاني يبدا يعمل تغييرات ويبدا الشكل يبان، لان هو خلاص 45 دقيقه مش ده الفريق اللي يليقك يا ايمن. أيوة مش ده الفريق اللي ممكن يبقى خطر عليك على طول. الهدف جه من خطا في تمرير منك. أي. بس اسوء حاجه في الخطا ده انه في التلت بتاعك انت، تلت الدفاع. عشان كده دايما بنقول يعني حاجه كده حتى الاولاد الصغيرين هنعلمهم، دايما نص ملعبك العب التمريره السليمه 100%. مزبوط. خلي مثلا عايز تعمل حاجه فيها ريسك شويه او مخاطره في التلت التالت اللي هو بتاع الهجوم. احنا بنقول للاولاد الصغيرين كده، عشان لما تقطع منك في التلت التالت بتاع الملعب لسه عندك نص ملعب ولسه يعني فيه، لكن لما تقطع في تلتك انت مزبوط. اللي حصل وقفه وقفه دفاعيه خطا، تمريره متقنه قوي من دودو، الراجل انفراد حطها حلو قوي. الهدف التاني طبعا هنتكلم عليه، ان كان لازم رامي يروح طبعا بدري شويه على اللاعب، لازم. لان على الجانب الاخر ياسر كان موجود ومحمد هاني كان عامل تغطيه، يعني العدد ما كانش يقلق يا ايمن. لكن هو ممكن يكون رامي قلقان ما فيش حد وراه. أيوة. لكن هو ياسر كان موجود مع راس حربه ومحمد هاني كان مغطي. أيوة. حته ان هو ساب الراجل اللي اتاخر قوي فيها. أيوة. والهدف الثاني جه في وقت انت بتدور على التعادل، جه فيك الهدف الثاني. بعد الهدف الثاني سبحان غير الاحوال، تغيير الملعب الافراد شكلك بقى حلو. حتى واحنا ناقصين خلي بالك كنا كويس، لان انت خلاص يا ايمن انت امتلكت الملعب. انت بتلعب بشخصيتك، شخصيه النادي الاهلي. أيوة. اللي هو دايما مستحوذ، هو دايما اللي بيبادر بالهجوم، مش دايما هو اللي بيستنى لحد ما الكوره هي اللي تروح لوحدها وكرة تتقطع او انا مدافع بحت. لا، انت دافعت وهاجمت هارد لك، ودايما بعد كل مباراه بتخسرها وبيحصل فيها تعثر بتتعلم طبعا، اتعلم طبعًا. وبعدين هو حتى موسيماني بيقول لك انا طول ما انا عايش وفي المجال ده بتعلم، ودي حقيقه، طول ما انت عايش تتعلم. صحيح. النهارده
حرصك الزايد واحترامك الزايد لبالميراس البرازيلي ده هو ده اللي كلفك المباراه النهارده.